بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. خلاص فاضل حاجات بسيطه على العيد، حبيت ان انا اعرض معاكم لبس العيد بتاع يوسف ابني. طبعا انا عرضت معاكم اللبس بتاع منا، وكتير منكم قالوا لي في اللبس مكه وفي اللبس يوسف. النهارده هوريكم اللبس بتاع ياسو، وان شاء الله الفيديو اللي بعد كده هوريكم لبس ملك بنتي. طبعا بناء طبعا على طلباتكم انا بعمل الفيديوهات ديت اللي بتطلب مني. اول حاجه بقى هوريكم اللبس اللي انا اشتريته له، وفي لبس بابا جابه له، اشتريت له الترنج اللي هو بتاع الوقفه ده. انا بصراحه كنت مشتريه له اتنين، هو لبس واحد ودوت التاني بقى مرضتش اخليه يلبسه عشان يلبسه يوم الوقفه كده يبقى شكله حلو. بصوا ده كده التيشيرت بتاعه اهو، تعرفين ان يوسف اصلا عنده الشهر الجاي هيتم 7 سنين، هو بيلبس مقاس 6. ما تعتمديش على المقاس اللي هنا، لان كل شركه او كل مصنع بيعتمد على الرقم بتاعه هو، يعني ممكن مقاس 5 يلبس ابني، ممكن مقاس 8 برضو يلبسه، على حسب المصنع اللي بيصنع الحاجه. ده الترنج اهو، الشورت بتاعه بقى لونه بني. بصي الشورت دوت اهو، ده شورت كده لونه بني، اللون اللي هو هنا واللون اللي هو في التيشيرت من الجنب اهو بالشكل دوت كده. خامته حلوه قوي، الخامه بتاعته قطن، حاساها اللي هي حلوه جدا. جربت من الشركه ديت او من المصنع دوت كذا حاجه، وبجد طلعت حلوه جدا وممتازه. كمان جبت له بقى عليه الشبشب اللي لونه بني دوت. الشبشب ده نازل جديد، يعني كنت جايبه له قبل كده بس مش الشكل دوت، الشكل اللي هو الصعقه او الجيش. فلما لقيت بقى رحت عشان اشتري تاني، ما لقيتش اي حاجة غير شكل الصعقة والجيش، فمرضتش اجيبه له هو هو، فقررت ان انا اجيبه له اللون البني ده عشان يليق على الترنج ويبقى كده الاتنين شكل بعض اهو بالشكل ده كده. سعر الشبشب 20 جنيه، والترنج سعره حوالي 79 او 75، يعني ما عداش 80 جنيه اهو بالشكل ده كده. الخامه بتاعته حلوه، وكمان الرسمه بتاعت اللي على التيشيرت حلوه قوي، ينفع كمان اللي هو يتخرج بيها على بنطلون جينز مثلا. ده كده الترنج بتاع الوقفه. هوريكم بقى انا اشتريت له ايه تاني. اشتريت له لبس بقى، لبس سيف ولبس العيد الاثنين مع بعض، علشان خاطر مش معقوله هنزل اشتري تاني. اشتريت التيشيرت دوت، بصي اهو التيشيرت ده سعره 120 او 130 حاجه زي كده، مش فاكره قوي. الرسمه اللي عليه الرسمه ديت كده اهي، وعليه من هنا عاملين بصي زي الخياطه اللي هي اوفر دي، ومداخل لها حته ساتان من هنا مرسوم عليها، بس شكله حلو وخامته كمان حلوه، والرقبه بتاعته مش مفتوحه قوي عشان ما يبقاش الشكل اوفر، والقماشه بتاعته قطن على الاكره. بصي زي ما انت شايفه كده اهو، هو لونه برتقاني بس في الكاميرا باين اللي هو فاتح قوي، لكن هو مش فاتح قوي، ولونه برتقاني اورانجي، اللون اللي هو الهادي مش الفاتح قوي. وجبت عليه بقى الشورت دوت، انتوا عارفين بقى الصيف وحر الصيف، وكمان الولاد بيبقوا بالذات الصبيان بيبقوا عايزين حاجات خفيفه كده. جبت له الشورت ده بالشكل دوت. الشورت فيه من هنا خياطه كده، حسيتها اللي هي هتليق على التيشيرت اهو، ده شكله الشورت ب 170 جنيه. وبصي في النهايه من هنا كده، بصي ممكن لو هو الولد طول شويه ولا حاجه تفرديه كده، لكن هو لما بيتني في رسمه من هنا بتدي شكل حلو قوي على اللبس. احيانا كتير قوي ناس كتير بتعترض على لبس الشورت، لا جربي جربي كده وقطعي القاعده اللي انت حطاها في دماغك ديت، واشتري شورت كده لابنك، هتلاقيه هو حبه وعملي جدا اهو. بص الرسمه اللي فيه من هنا اهي بالشكل دوت كده، ده كده طقم. بصي بقى زي ما قلت لك كده، كنت بشتري اللبس بتاع منا فعجبني الطقم دوت، فجبته له. الطقم دوت جايباه نقول كده من رجب تقريبا او اواخر رجب اول شعبان، مش فاكره قوي، بس جايباه بقى لي حوالي شهرين. ده لونه احمر، باين عندكم اللي هو لونه برتقاني، لكن هو لونه احمر غامق كمان، يعني بصي مش عارفه من غير فلاش برضو نفس اللون، لكن هو لونه احمر ميدي على نبيتي. ده الطقم كله على بعضه، البنطلون مش بنطلون، الشورت بالتيشيرت اهو. بصي ده شكل التيشيرت، لونه بعيد خالص عن اللون التيشيرت التاني
اهو حتى هيبقى واضح لك كده، ده برتقاني وده احمر. القماشه بتاعته حلوه قوي، بس خلاف طبعا عن القماشه الثانيه، دي قماشه تحس اللي هي قطن شويه اهو بالشكل دوت كده. ده التيشيرت وده الشورت بتاعه، الشورت بتاعه عليه رقم 5 زي التيشيرت، ما فيهوش اي شغل، ما فيهوش اي حاجه خلاف الشورت الثاني، جاي في النهايه من هنا عادي خالص اهو. الطقم دوت عامل 160 جنيه لحد سن 6 سنين، بعد سن 6 سنين من رقم 8 لحد رقم 16 عامل 180 جنيه. دوت من حوش عيسى يا جماعه اهو، في الوان كتير قوي في الاصفر. طبعا الشورت هو هو، لكن بيختلف لون التيشيرت، التيشيرت فيه الاصفر، في اللبني، في البني، وفي رقم 5 من هنا. وجاي من هنا بقى، من على التيشيرت من هنا في تانية كده بسيطة يعني كشغل يعني. بصوا مش عارفة بقى واضح ولا لا. جبت كمان البنطلون الجينسي دوت، طبعا لازم يبقى فيه بنطلون، ما ينفعش اللي ايه علشان جبنا شورت، لا لازم برضو يبقى فيه بنطلون علشان خاطر لو جات لك مناسبه مثلا، ما ينفعش اللي هو يلبس فيها شورت، لازم يبقى عنده بنطلون. البنطلون ده انا جايباه ملوش علاقه بالعيد خالص، لقيت ثمنه حلو عشان كده اشتريته. ده شكل البنطلون. في زي من هنا كده خرابيش اهو بالشكل دوت، مش مقطع ولا اي حاجه يعني، رجله مش هتبان من تحت اهو بالشكل دوت كده. بس البنطلون دوت عايز يتأثر شوية لان طويل قوي. سعر البنطلون ده 110. الخامة بتاعته اللي هي الليكرا اللي بتتمط ديت، خامته حلوة. عودي نفسك لما تيجي تشتري بنطلون جينز سواء حريمي او رجالي، تشتريه اللي هو الخامة بتتمط شوية عشان خاطر يبقى ياخد ويدي معاكي كده في اللبس ويبقى حلو. جبت له بقى عليه التيشيرت دوت اهو، حسيت ان التيشيرت ده هيليق اكتر مع الخياطه اللي هي في الجنب، وكمان الخياطه اللي بيبقى في البنطلون ديت. بصي ده شكل التيشيرت، شكله مختلف خالص غير التيشيرتات التانيه. ده بياقه كده وبزراير، تحس اللي هو يعني تيشيرت شيك شويه. في من هنا كده رسمه بالشكل دوت كده، وفي حاجه كده نازله منه اهي، وعلى الكم من هنا اهو الشكل دوت كده، والناحيه الثانيه زيها، وجاي في نهايه التيشيرت من هنا مكتوب عليه بالانجليزي، وفي زي شعبيط كده. اللون بتاعه اللي هو اللون المسترده، لون حلو قوي ينفع يليق برضو على الشورت، لكن انا قررت اللي يبقى كل حاجه منفصله لوحديها يعني، البنطلون عليه التيشيرت، الشورت الثاني عليه التيشيرت بتاعه كده يبقى احلى. التيشيرت دوت عامل 180 جنيه. جبت بقى كوتونيل، للناس اللي بتقعد تقول لي كوتونيل غالي قوي، كوتونيل غالي قوي، كوتونيل مش غالي قوي يا جماعه. كوتونيل غالي علشان انتوا بتشتروا من محلات كوتونيل. انزلي تحت جامع البنات واسالي على المحلات اللي بتبيع جمله، اشتري منها بجد، الحاجه هناك حلوه قوي. وكمان سعرها حلو قوي يعني. انا جايبه 3 قطقم كوتونيل دول، بس هو لبس واحد كنت جايباه لونه احمر، هو لبسه بصي ده كده شكل التيشيرت الكوتونيل اهو، والبوكسر بتاعه ده مقاس 7-8، ده مقاس 7-8. الخامه بتاع الكوتونيل حلوه قوي، بص الاستك بتاعه كمان حلو قوي، معوده عليه من صغره ما بيعرفش يلبس غير كوتونيل، لو جبت له اي حاجه تانية يعني مش بيحب يلبسها، علشان كمان من هنا كده مفيش اللي هي الورقه اللي بتبقى موجوده في اي فالينه تانية او اي تيشيرت تاني، بتضايق جدا. لكن كوتونيل مفيهاش، بيبقى طبعه. بصي ده اللون التاني اهو، سعر الثلاثه مع بعض عاملين 165 او 170 يعني، سعر الثلاثه مع بعض. ما ينفعش تشتري واحده، ما ينفعش تشتري اتنين، لازم تشتري الثلاثه مع بعض زي ما قلت لك كده، من عند محل ابو الرجال او في محلات تحت كتير قوي بتبيع. ده كوتونيل اهو بالشكل دوت، لازم تشتري الباكيت ثلاثه مع بعض، ما ينفعش تشتري واحد بس. ده سعر المحلات اللي انت بتجيبه منها، اللي هو السعر مكتوب عليه 79 جنيه. تعالي بقى نحسب 79 في 3، اكيد يعني قولي 80،
80 في 3 ب 240 جنيه. يعني لو رحت انت اشتريتيهم من تحت من بره من اي محل جنبك فرع كوتونيل او اي حاجه، هتشتري الثلاثه مع بعض ب 240 جنيه، لكن انا وفرت كتير قوي واشتريت الثلاثه مع بعض بحوالي 160 جنيه. وعلى حسب السن، كل ما السن بيعلى شويه كل ما الفلوس بتزيد، السن قل الفلوس بتقل. ده كده شكل الكوتونيل. كان نفسي اوريكم اللون الاحمر، كان لون حلو قوي. جبت له كمان الكوتش دوت اهو، بس للاسف بقى انا حابه اقول لك حاجه، الكوتش دوت انا لسه جايباه يا جماعه والله العظيم. هو لبسه لبسه واحده بس، كان عندنا خروجه كده كنا معزومين على الفطار، فقلت له البسه يا يوسف شكله حلو في رجله، قلت له البسه علشان خاطر يبقى شكله قيم كده قدام الناس. نزلنا ركبنا العربية، نزلنا من العربية طلعنا على المكان اللي احنا هنفطر فيه، بعد كده نزلنا جينا، ده منظر الكوتش. عشان ايه؟ عشان لونه ابيض. ده من خروجة واحدة والله العظيم. يعني منصحش اي ام اللي هي تجيب كوتش لونه ابيض لولادها. انا غلطت 180 درجة اللي انا جبت اللون ابيض. من خروجة واحدة بقع كده بالشكل دوت، وما يعني مركبناش مواصلات، بالك بقى لما نركب مواصلات مثلا، لو انا مثلا معاهم وهنركب مواصلات ونفضل طالعين نازلين والكلام دوت. بصوا ده منظر بالشكل دوت كده من خروجة واحدة. الكوتش ده عامل 220 جنيه، جايباه من المقطم. بس كده، ده فيديو المشتريات. اتمنى يكون المشتريات النهارده عجبتكم. لو عجبتكم المشتريات ما تنسوش تدوسي لي لايك، ولو انت اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.